قصة صمود ده عنوان كتاب صادر حديثا وموجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الكتاب ده مختلف تماما عن أي كتاب ممكن تشوفه لأنه تجربة واقعية، هو واقع عاشته المؤلفة اللي اسمها ندى محمد. ندى عملت إيه؟ ندى وثقت رحلة مرض نادر جدا أصيبت بيه، اسم المرض ده التليف الكيسي. مرض التليف الكيسي واحد من الأمراض النادرة والخطيرة جدا في العالم. خلينا نعرف رحلة صمود وكفاح ندى مع المرض، ازاي وثقت الرحلة دي في كتابها. هي معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. ازيك يا ندى؟ والحمد لله على سلامتك. صباح الخير. الله يسلمك. صباح النور، ازاي حضراتكم؟ اهلا وسهلا بيكي ندى. ندى، قبل ما نبتدي نتكلم عن تفاصيل التليف الكيسي، رحلتك معاه كانت عاملة ازاي؟ هي أكيد إن إحنا هنحكي رحلة ممكن يكون فيها شوية ألم، صعوبات، حاجات كتير بتنبئ إن مفيش فايدة، بس خلينا برضو واثقين إن الله سبحانه وتعالى يعني كان معايا في كل خطوة وهو مع كل مريض، وده اللي أنا بوثقه في الكتاب. ودي أول جملة أنتي قلتيها، قلتي من يحدثك عن مرض مخيف حدثه عن رب لطيف. بالظبط، لان احنا طول ما احنا ماشيين مع احداث الكتاب بنلاقي ان احنا بنقع في مطبات، بنقع في مشاكل سواء جسديه او نفسيه، الامور بتسوء جدا، كل مره بتتحل بطريقه غير متوقعه. انت بتسعي، انت بتعملي اللي عليكي، بتدعي ربنا، عندك يقين، تاكدي ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. ده اللي انا نفسي اوصله. طب احكي لنا عن المرض ده، يعني حصل معاكي ايه؟ تطوراته حصلت ايه؟ وصمدت ازاي في قصة الصمود دي؟ هو اولا انا الاخت الرابعة لثلاثة اخواتي، توفاهم الله بنفس المرض، يعني على اعمار مختلفة، كل يعني بنعيش شوية مع بعض، يبدأ واحد مننا يتوفى، اللي بعده يتوفى، لحد ما كلهم توفوا، بقيت انا الوحيدة يعني في الاسرة. النهاية يعني حسب كلام الاطباء وكلام كل حاجة ان خلاص ده المرض ده صعب وبيؤدي للوفاة وكلام كده كله سلبي. أنا كان عندي الآخر لحظة حتة اللي هو لا تيأسوا من روح الله. بدأت أنا في الأول كنت عادية جدا، أنا كنت بخرج، بمشي، بتحرك، بعمل كل حاجة. بدأت أموري تسوء، ودي حالة، ده الطبيعي المرض السيستيك فايبروسيس أو التليف الكيسي، إن هو في ستيجز بتبدأ تسوء كل ما عمر المريض بيزيد. بدأت بعد كده، دخلت ثانوي، جامعة، بدأت أقعد على أكسجين، واحدة في واحدة ما بقتش قادرة أشيل الأكسجين، ما بقتش قادرة أتنفس، نسبة ثاني أكسيد الكربون في جسمي بدأت تعلى. أنا كنت بمشي مؤخرا على كرسي متحرك، أمور خلاص يعني أمور ما كانش فيها أمل، بسبب إن الرئة بيحصل لها تليف كامل مع الوقت. مش بس الرئة هي اللي بتتأثر، لكن بقية أعضاء الجسم كمان بتتأثر، الجهاز الهضمي بيتأثر بشكل كبير جدا طبعا، لأنه الهضم مش بيكون بكفاءة الشخص العادي، فبالتالي التليف الكيسي ده بيأثر على أغلب أعضاء الجسم. الله يحفظك يا ندى. طبعا بس يعني حضرتك قلتي انك حضرتك واخواتك رحمه الله عليهم اصيبتوا بهذا المرض، يعني دي حاجه جينيه الناس بتبقى عامله حسابها فيها، تكتشفها ازاي بدري، قبل بقى ما نتكلم عن رحلتك في عمليه زراعه الرئه. مرض التليف الكيسي هو مرض جيني متنحي، يعني بيجي لما يكون الاب والام الاثنين حاملين للصفه الوراثيه. لكن هو اصلا نسبه ظهوره في الابناء 25% بس، يعني نسبه ان البيبي يجي مريض 25% بس، لكن سبحان الله يعني كنا احنا الاربعه مرضى. ودي على فكره قصه منتشره يعني في مصر الحقيقه، مش قصتي انا بس، قصه كذا حد، ان لقيت الابن كذا ابن عندهم عنده سيستيك فايبروسيس. المرض طبعا نقدر نحاول نتجنبه قدر الامكان طبعا، ومشيئه ربنا نافذه. ان احنا طبعا زواج الاقارب والكلام ده، انا مامتي وبابايا مش اقارب، لكن برضو سبحان الله قدر ربنا الاقارب بتزيد الاحتماليه. تاني حاجه ان احنا نعمل تشيك اب دايما على البيبيز، ودي الحاجه اللي احنا بنحاول دلوقتي في مصر ان هي تبقى موجوده، ان البيبي من اول يوم يتشخص، لان انا كل ما انا اخرت التشخيص حالته بتسوء اكتر، انا مش هنقدر نعمل كنترول متاخر، عشان كده يتشخص بدري من خلال التحليل العرق، تحليل الجينات، الحاجات دي كلها توفرها في مصر باسعار مناسبه يساعدنا ان احنا نعمل تشيك اب من بدري. اكيد. طب
وعرفنا ان انت يعني نجيتي من المرض ده بمعجزه، يعني انت الوحيده من وسط اخواتك اللي ربنا يعني يمكن كتب لك ده. كلمينا عن القصه دي. طيب احنا ممكن ناخد شويه بقى من قصه صمود، يعني ممكن نقول حاجات بسيطه كده اوت لاينز من قصه صمود. اتفضلي. هي القصه بتبدا معانا ان انا بعرف القارئ ان انا ندى وعملت زراعه رئتين وكبد مع بعض، يعني في نفس العمليه، ودي كانت الاولى في الوطن العربي ان هي تتعمل كده مع بعض. وبعد كده بناخد فلاش باكس بقى، بنبدأ نشوف الأحداث مشيت إزاي. لو أخدنا فلاش باكس بنبدأ نشوف أولا إخواتي قد إيه زمان ما كانش فيه إمكانيات خالص للمرض، ما كانش فيه أي حاجة تقلل الأعراض، كانوا عشان كده ده اللي أدى لوفاتهم بدري. يعني الطفل الأول توفى عنده سنة، الطفل الثاني توفى 16 سنة، الثالث 21 سنة. بعد ما بخلص الكلام عن اخواتي بنبدا نخش في رحلتي انا، فكره ان ازاي بدات احس ان انا بواجه بقى لوحدي. انا كنت فاكره ان يعني خلاص هم تعبانين وكده بس انا كويسه، لا، فوجئت لما بكبر المرض بيزيد عليا. فوجئت ان انا كل اللي شفته فيهم انا بشوفه فيا. صحيح. انا قعدت على جهاز الاكسجين، انا دخلت العنايه المركزه، انا بقيت خلاص في البيت، انا مش قادره اروح الجامعه. وده بدأ يأثر على نفسيتي جدا. 2020 يعني عملتي العمليه دي؟ ايوه. يعني احنا هو انا عملت العمليه الحقيقه لسه من 4 شهور مثلا. الحمد لله على سلامتك، ربنا يحفظك يا ندى. سعداء ان الحمد لله ربنا يعني استجاب لدعواتك ولدعوات المحيطين بيكي، ربنا يحفظك ويتم شفاكي على خير. الحمد لله. وان شاء الله يعني هنقرا الكتاب ونقدر نقول لك كمان الرحله ازاي تم توثيقها. كل الشكر ليكي ندى محمد، مؤلفه كتاب قصه صمود. شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتك.